كشف فريق الرشاد برنوس لكرة القدم عن حصول حارس الفرنسي أبو بكر على الجنسية المغربية. وزاد بلاغ الفريق موضحا تهانينا لحارس مرمى فريقنا أبو بكر بمناسبة حصوله على الجنسية المغربية. ولم ينشر الفريق المغربي أي تفاصيل تهم حصول الحارس على الجنسية المغربية وما إذا كان سيمثل المنتخب المغربي في المرحلة القادمة. وانتدب الرشاد برنوسي الحارس المذكور في شتنبر الماضي في صفقة انتقال حر بموجب عقد يمتد حتى صيف 2025. وحسب مؤشر ترانسفير ماركت فإن أبو بكر لعب في وقت سابق للفريق الثاني لكولومي باستيا ونيس الفرنسيين. عبر مدرب فاينورد الهولندي عن أمله في حصول على أسامة إدريسي مرة أخرى. وأكد في تصريحات نقلت الصحافة الهولندية أنه يراقب وضع الدوري المغربي مع نادي إشبيلية، مشيرا إلى أنه سيصبح هدفا وخيارا لفريقه في حال تحرر مرة أخرى. وقال إذا تحرر أسامة مرة أخرى وهذا قد يكون بعيد المنال فسيصبح هدفا وخيارا لنا، نحن في حاجة إلى لاعب في نفس مستوى ليكون بديلا لها، لقد كان مهما للغاية بالنسبة لنا، منحنا عدة أهداف وكان قويا في اختراق وفي المواجهات الفردية. وتألق الإدريسي مع فاينورد ضمن منافسة الإيردفيزي خلال الموسم الماضي حيث لعب له على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من نادي إشبيلية وقد عاد إلى ناديه مع نهاية الموسم. لا يريد نصير مزراوي أن يعاني من كرسي البدلاء مرة أخرى ويصر على مغادرة بايرن من خلال ميركاتو الصيفي في حين يضغط عليه الفريق البافاري للبقاء. ويرتبط مزراوي بعقد مع البايرن إلى غاية يونيو من عام 2026 لكنه غير مرتاح تماما تحت قيادة المدرب توماس توخيل الذي لا يعتمد عليه كلاعب أساسي. ورغم أن العديد من المدافعين سيغادرون خلال هذا الصيف مثل بافارد ودالي بلاند وجواو كانسيلو وغيرهم، فقد يزداد الوضع سوءا بالنسبة للدول المغربي في حال نجح الفريق البافاري في التعاقد مع الظهير الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي. ويخشى بايرن أن يفقد ظهيره المغربي مزراوي في ظل ما أكدته سكاي سبورت من أن هناك اتصالات بالفعل بين وكلاء الدول المغربي ونادي يوفنتوس الذي يبحث عن ظهير أيمن، وهو ما يزيد من قلق البافاريين